يكمل معانا. اول حاجه هنعمل النهارده فطيره بالهوت دوج والجبنه. تعالوا نشوف مقاديرها وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عندي كوبايتين من الدقيق، وعندنا كمان نص كوبايه من سمنه جولدن ميكس، ورشه ملح، ورشه سكر، وميه للعجين. اما الحشو هيكون نص كيلو من البتنجان المتقطع مكعبات، نص كيلو من البتنجان المتقطع مكعبات ومتحمر، وعندي نص اتنين ثمره كوسه واتنين ثمره بصل، وكمان عندنا معلقه زعتر، وربع كيلو من الهوت دوج متقطع شرايح، وثلاث بيضات، وكوبايه من الجبنه المتقطعه مكعبات، ونص كوبايه كريمه. هقول تاني، الحشو نص كيلو بتنجان ونص كيلو كوسه، وكمان عندنا بصلتين متقطعين مكعبات صغيره، ومعلقه زعتر، وربع كيلو من الهوت دوج، وثلاث بيضات، ونص كوبايه كريمه، وكوبايه من الجبنه الصغيره او متقطعه صغيره. اول حاجه هناخد الدقيق اهو، نحط الدقيق ونحط عليه السكر ونحط عليه الملح، وبعدين نزود عليه بقى شويه زي ما قلنا من الجولدن ميكس، سمنه جولدن ميكس اهو، حوالي معلقتين كبار، وبعد كده نشغل المكنه بتاعتنا لغايه ما تتجانس الزبده او السمنه مع الدقيق. بعد كده هننزل عليها، مين معانا؟ يا مدام الهام. صباح الخير يا شيخ يسري. صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيبه. هو حضرتك طيب يا شيخ يسري، ويجعلك في خير وسعاده يا شيخ يسري يا رب. يا رب احنا وانتي وكل المصريين يا رب. وجميع الساده المشاهدين والمصريين كلهم، وانا بشكر استاذ ياسر على ذوقه واحترامه معانا، والله يا شيخ يسري معانا في التليفون. نعم يا فندم. استاذ ياسر اشكره لي جامد قوي قوي على احترامه ورده لينا على التليفون. يا استاذ ياسر، استاذ ياسر ده راجل من المعدين المجتهدين معانا، احنا عندنا اكيد انت المحترمين كلهم عندك. الله يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يكرمك يا رب. ربنا الله يبارك فيك. وعايزه طلبين من حضرتك، ويا ريت تعملهم معانا. تحت امرك، تحت امرك. انا عايزه القرص الطريه ضروري، قرص حاضر ضروري يا شيخ يسري، عشان بنتي في السعوديه وانا بعتهم لها ان شاء الله. حاجه وايه تاني؟ وعايزه لكعب الغزال. وحاضر كعب الغزال، حضر الله كل خير. الله يخليك. انا هقول لك على طريقتهم ان شاء الله، وبعد كده هنعملهم عملي في الايام اللي جايه ان شاء الله. بشكرك مدام الهام، وبشكرك على كلامك الجميل، وكمان بنشكر الناس المجتهده معانا كل الكنترول، مش قادر احصر عددهم، لكن هم كلهم بيتعبوا معانا جدا، وعندنا فريق كبير جدا من الاعداد على راسهم دكتور علاء رجب، ربنا يخليهم لنا، برضو ناس مجتهده جدا معانا. طبعا مش عايز اقول مين ولا مين ولا مين. بعد كده هنزود ميه، هنجيب بقى ننزل الحروف دي كده اهو، ونزود ميه لغايه ما تلم معانا، ميه دافيه لغايه ما تلم معانا العجينه. بعد ما تلم معايا العجينه عشان ما اخدش منكم وقت كتير، هتبقى بالشكل ده اهي، بنسيبها ترتاح ونغطيها، تبقى بالشكل ده. شايفين عجينه جميله جدا اهي، بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو اهو، شايفينها. هنسيبها دي وتعالوا بقى نعمل الحشو. خلاص احنا مش محتاجين دي دلوقتي، هنبقى نكملها بعدين، لكن هنعمل الحشو. هنجيب قطعه من الزبده فرن، ونحطها في الطاسه بتاعتنا علشان نستعملها كده قدامكم على الطبيعه. قطعه زبده اهي، وبعدين هنحط البصلايه تتشوح، بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، عايز احس بطعمها في الاكل. هنجيب معلقه خشب ونقلب بقى كده. حطينا ايه اول حاجه؟ زي ما قلنا البصلايه هتدبل معايا، مش عايز اسويها لان لسه هتخش الفرن هتستوي تاني. بعد ما تدبل معايا هنزل عليها بالزعتر والهوت دوج. يا مدام ليلى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ ياسر؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه الله يخليك يا رب. كنت عايزه حضرتك لو سمحت اسالك على اللذيذه اللي هي جوز الهند الغامقه. اللي هي يا فندم؟ اللذيذه. حاضر من عينيا. يا ريت. هنعمل النهارده هنعمل حاجه كده، حاجتين من جوز الهند ان شاء الله، وثلاثه ان شاء الله، ربنا يسهل. حاجه ثانيه؟ ربنا يخليك، ربنا يعينك. تحت امرك، بشكرك على اتصالك، وحضرتك طيبه. سلام خاص لكل حبايبنا في اسكندريه كده. اهو البصل مع الزعتر مع الهوت دوج. هنجيب بوله كبيره ونعمل الخليط الثاني السايل اللي هو البيض، ونخفقه مع شويه ملح اهو، وشويه من الفلفل،
ونقلب الاول البيض اهو. جميل. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحط الكريمه ومش هنخفقها. يعني ايه مش هنخفقها؟ يعني هنقلبها كده تقليبه بس. وبعد كده هنحط الجبنه، اي نوع جبنه بتحبوه، بس لها نكهه لها طعم، عشان خاطر الموتزاريلا ما تنفعش في دي، ملهاش طعم. بعد كده هنلم الحاجات دي كده، وناخد الخليط ده بعد ما سويناه شويه نحطه على ده اللي هو الهوت دوج مع البصل والزعتر اللي مشوحينه في حته من الزبده فرن اهو، وهنقلب. وبعد كده هنحط الكوسه، وهنحط البتنجان بتاعنا المتحمر. شايفين الخليط عامل ازاي وقوامه؟ هسيبه على جنب وانضف هنا عشان افرد معايا العجينه بتاعتي في شويه دقيق. مين معانا؟ يا شيرين. الو. الو. ايوه يا شيرين، ازيك؟ الو، عامل ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي. سامعك كويس الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. سامعك اتفضلي. ايه؟ سامعك اتفضلي. ايه؟ عايزه عايزه المكرونه بالصوص الابيض. المكرونه بالصوص الابيض، حاضر من عينيا. حاجه ثانيه، بشكرك على اتصالك، هنجاوبك على المكرونه. هناخد قطعه من العجينه كده نركنها على جنب، وناخد دي نفردها معانا ونعفر بالدقيق اهو. ناخد معانا الحاجه نور واحنا شغالين. الو يا حاجه نور. الو، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيك. السلام عليكم يا حاج يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا بنشكرك جدا على الحاجات الحلوه اللي بتقدمها لنا دي. الله يخليكي، ده من ذوق حضرتك. ودايما كده يجعلك يعني فخر للشيف المصري الاصيل. الله يكرمك، ده شرف ليا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا بس بكلم حضرتك على حاجه، معلش انا عايزك تساعدني فيها. تحت امرك. دلوقتي المقرات الانتخابية دي اتغيرت عن النوبة اللي فاتت. اكيد انا عارف. في ناس كتير مش عارفة انها لازم تطلب 140 او 5151 عشان يشوفوا المقر بتاعها. حاضر، انا هقول دلوقتي. فضمني صوتي لصوتك عشان ما يروحش مننا اصوات خسارة احنا محتاجينها. حاضر، انا هقول دلوقتي يعملوا ايه اللي مش عارفين مقرهم الانتخابي. حاضر. حاجة تانية، عشان مصر تنهض. نعم. عشان مصر ربنا يكرمها باللي زي حضرتك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ويعليها. ان شاء الله يا رب. هقول لحضراتكم، هتطلبوا 140 على التليفون الارضي هيقول لكم على مقركم الانتخابي. هتطلبوا 1515، هتطلبوا 5151، قصدي 51 هيجي لكم في رساله مقركم الانتخابي. لو حد عنده نت هيطلب لجنه الانتخابات وهيعرف مقره الانتخابي. يعني في ثلاث اربع حاجات كده بتعرفوهم عن طريق التليفون الارضي او تليفون الموبايل او عن طريق لجنه الانتخابات، هتعرفوا مقركم الانتخابي فين. وان شاء الله يا رب مصر تنهض، وان شاء الله كلنا نروح بكره الانتخابات وبعده علشان خاطر الاستفتاء. الاستفتاء خلاص يا اسامه، معلش. كل سنه وانت طيب يا اسامه. يعني ما تمسكليش على الواحده، يعني انتخابات استفتاء مش يعني عادي. عينيا، انت عارف طبعا. يا رب ان شاء الله يا رب تكون جميله وهاديه وما فيهاش مشاكل يا رب ان شاء الله، وكلنا نروح ونقول اصواتنا، و مصر هتتقدم بينا اكيد ان شاء الله. يا مدام جيهان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يسري؟ يا اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه باذن الله. يا رب يا رب علينا جميعا. النبي ليا طلبين عند حضرتك يا شيف. تحت امرك تحت امرك. الامر لله. اتفضل. عايزه رقم تليفون حضرتك الاول. هحاول حضرتك بياسر يديهولك. حاضر. وعايزه عندي صدور رومي عايزه اعملها مخليه. حاضر من عينيا، هقول لك عليها. هقول لك على طريق. الله يخليكي، تحت امرك تحت امرك. بشكرك على اتصالك. احنا طبعا هنا بنفضي الخليط بتاعنا في الحشو، وهناخد بقى الصوص كده عليه لان الصوص ده هيتجمد معانا. وبعدين في عندي حته العجينه لسه موجوده، هناخدها ونلمها ونفردها تاني عشان نعمل بها غطا. بعد ما نعمله غطا هنقفله ونخرم فيه فتحات صغيره عشان البخار اللي هيتصاعد ما يخليش الغطا يتشال. هدخلها الفرن عشان تستوي، وبعد ما تستوي هوريها لكم كل اللي انا هعمله. هفرد العجينه دي واعمل بها غطا وادخلها الفرن. خليكم معانا دايما عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد فقط على تلفزيون الحياه. انتظروا.